اخر مره قابلت الدكتور اشرف او اتكلمت مع بعض امتى سياده الوزير اشرف صبحي؟ من والله من حوالي يعني انا علاقتي كويسه دايما بيه، بس يعني اتقطعت بقى لها مثلا بقى لها شهر وشويه، شهر ونص مثلا، وكانت متواصله ومتقطعه. انقطعت بسبب ولا انقطعت كده بشكل عام؟ لا انقطعت حضرتك بسبب ملوش دعوه باللي احنا بنتكلم فيه خالص، لامور في العمل بس امور مختلفه عندي خالص، ملهاش دعوه بالامور الخاصه بتاعت الماليات خالص. هل دي سبب من اللي حصل ده؟ لا اجزم ولكن اتصور. سيادتك تصور؟ ايوه. ايه اللي كان مطلوب من حضرتك؟ يا فندم دي حاجات بقى حاجات بسيطه يعني، حاجات كلها بسيطه. لا يعني اعفيني من السؤال ده بعد اذنك. في بلاغات ضدكم. ضدنا فين يا فندم؟ ضد مين؟ البيان بيقول كده. يعني تم بلغات. تقديم بلاغات وشكاوى ضدكم. يا فندم احنا ما عندناش بلاغات. فين؟ مين اللي قدم بلاغات؟ ما يقولوا لنا مين اللي قدمه يا فندم. نعم. هو أول مرة يجي لنا الموضوع ده، احنا الوزير سبق وحولنا للنيابة 7-8 مرات قبل كده، وعندنا وتم حفظ الحاجات دي كلها بشهادات حفظ موجودة وممكن الاطلاع عليها وكل حاجة، وهذا حق الوزير عندما يشك في حاجة حفاظا على الدولة وحفاظا على دوره في الحفاظ على المال العام. ما يزعلناش، وهذا لا يفسد للود قضية خالص، بس يجي في وقته بنظامه السليم بخطواته السليمة بأسانيده القانونية السليمة. ايه الإجراءات القانونية اللي قدامكم؟ يا فندم؟ الإجراءات القانونية اللي قدامكم؟ والله حقيقة أنا لا أسبق الأحداث دايما، أنا بدرس الموضوع وأشوف إيه الاتهام اللي أنا فيه حضرتك، إيه التجاوزات اللي حصلت ضدي، وأعرف أعمل ساعتها أقيم الأمور وأقيم الأمور مع الناس المختصين في المواضيع دي، وارجع للكلام ده عشان اعرف كل راي، ولا افتري على نفسي ولا افتري على غير ولا افتري على اي حد. هل هناك استدعاء من النيابه؟ لغايه دلوقتي حضرتك انا لا جالي جواب من الوزاره، انا شفته كده في الاعلام زي ما حضرتك شفته، طلبتني عشان اعمل مداخله الى الان وانا بكلم حضرتك حالا دلوقتي ما جالوش اي حاجه ولا اعرف اي حاجه، انما قالوا له زي ما بيقولوا قالوا له او سمعت. طيب هل حد من اللجنه الاولمبيه الدوليه تواصل مع حضرتك؟ تواصلت مع حد؟ لا يا فندم انا اتواصل، انما الدكتور حسن مصطفى ايوه استاذي الكبير هو تواصل معالي الوزير من حوالي 5 ايام، وقال لي معالي الوزير على قد علمي والدكتور حسن موجود ويسال، والدكتور حسن لا يغير الحقائق عمره قال له دلوقتي ما انت لا يحق ابدا انك انت، كان هو بيتناقش ان هو يوقف هشام حطب في اللجنه الاولمبيه او يوقف في الاتحاد البوليسي، قال له ما ينفعش، قال له انا خلاص جمعت الناس عشان الانديه اللي هي اعضاء الجمعيه العموميه في الاتحاد البوليسي لسحب الثقه مني، قال له طبعا ده تدخل وضغط منه، ما ينفعش ان مخالف للميثاق الاولمبي ومبدا استقلاليه الرياضه ومبادئ الحركه الاولمبيه كلها، فالدكتور وقال له طب انا هوقفه وبعدين احوله للجنه اللي احوله للنيابه، قال له لا حضرتك تحوله للنيابه، ولو النيابه اغطأت لان هي الحكم ما ينفعش حضرتك تبقى قسم وحكم، النيابه هي اللي تقول دورها في الموضوع ده، واتفقوا على ذلك ان هو لا هيجبر الانديه عشان تعمل